هنروح لكريم حامد. كريم، قول لي بقى قصة انضمامك لنادي الزمالك، كان السنة كام ومع مين وفين والكلام ده كله؟ انت اولا منين؟ انا القاهرة اصلا ولا منين؟ لا انا من المنصورة، من المنصورة. من المنصورة و المنصورة نفسها ولا لا من المدينة، من المنصورة مدينة نفسها. منصورة؟ والله يا كابتن انا سنة 2010 في اخرها انا رحت انبي، كنت مع اكاديمية اخويا عنده اكاديمية وكده. رحنا بالاكاديمية هناك نادي انبي، لعبنا 2005 هناك، لعبنا وكنت ماشي كويس معاهم وبتاع. وفجأة في اخر الماتش كابتن فتحي عماشة قال لي احنا عايزينك، فبابا قال له ده لسه صغير، كان عندي 5 سنين ونص، فقال لي ده لسه صغير وما ينفعش ومش عارف ايه. فجينا بعدها بشهرين بعد الموضوع اتنسى خالص واحنا نسيناه، لقيت كابتن فتحي عماشة بيرن علينا تاني. وفي الاخر رحنا ورحت وقعدت معاهم سنتين لغاية 2012 في امبي. في انبي. وفي اخر 2012 في شهر 7 كده او 8 جيت هنا نادي الزمالك، حد دلني على نادي الزمالك وحد اداني الرقم وجيت هنا. ايوه، حد ده لك قال لك ايه يعني؟ قال لك جيت انت مقيد في انبي وما كنتش لا مقيد انا اتحطيت قائمة تانية، فانا ما كنتش حابب الوضع ده، ما كنتش حابب ان انا ابقى دكة والكلام ده، انا احب ان انا اشارك في كل الاوقات. فجيت وانا اللي عرفت، لما عرفت اللي هم حطوني قائمة تانية جيت هنا النادي، وجيت ونزلت هنا مع كابتن سيد سلامة وكابتن احمد حسام ميدو، وكان كابتن سيد سلامة وكان كابتن احمد رز هو اللي ماسك 2005. وجيت هنا في اول 5 دقايق على طول شوت شوطه كده، فجت في العارضه، ام كابتن احمد رزق وكابتن سيد سلامه قام قايلين لي تعالى انت على جنب، ومضوني وبصمت وعملت كل حاجه، وقالوا لي بقى هات ورقك بقى بعدين عادي. المهم مين اللي اللي انت دخلك نادي الزمالك يعني؟ انت جيت فجأة، جيت لا لوحدك انا حد الزمالك ولا اداني في رقم، حد قال لك؟ في حد اداني رقم اداري هنا اسمه كابتن سيد. جيت خدت رقمه ورنيت عليه، فكلمته قال لي تعالى يوم كذا الساعه كذا. جيت النادي ودخلت مع الناس وهي داخله مع الاختبارات، ودخلت واتمرنت وكنت كويس، وحصل بقى اللي حصل ده والحمد لله. كابتن سيد سلام وكابتن احمد رزق اختاروك. كان من 2010 انت قلت لي. 2012 2012 2012 في اخرها. اه ومسكنا بقى، كان ساعتها كابتن احمد رزق، عملنا موسم جامد جدا في الخماسي، كنا لسه صغيرين، بس كنت الاول كنت بلعب باك ليفت، كنت بلعب باك ليفت وانا صغير الاول، وبعدين بقى لعبت كل ما اطلع في السباعي لعبت ديفندر، وبعدين لعبت 8، وبعدين لعبت 10، ولما طلعت ال 11 لعبت 10 ولعبت هاف رايت، لغايه الوقت انا بلعب في الاثنين، يعني بلعب هاف رايت وبلعب بلاي ليفت. 10.